بعد أنباء عن وصوله الخليج، ما هو فيروس كورونا وطريقة الوقاية منه؟ حالة من الذعر انتابت العالم بعد الإعلان عن ظهور فيروس قاتل جديد يسمى كورونا، وكانت بدايته في الصين بعد الإعلان عن وفاة أول حالة جراء المرض في أواخر يناير من العام 2020، ليبدأ هذا العام بأزمة صحية تنذر بكارثة. وبعد انتشار المرض في الصين، أعلنت منظمة الصحة العالمية عن خطورة الفيروس الجديد، بل وأنبأت أنه قد يكون وباء قد يقضي على عدد كبير من سكان الكوكب. وما زاد الأمر جدلاً الإعلان عن اكتشاف حالات في دول الخليج، وكانت البداية في المملكة العربية السعودية. فوفقاً لتقارير أعلنت مصادر طبية في المملكة العربية السعودية عن ظهور مرض فيروس كورونا في إحدى الممرضات الهنود بمستشفى في المنطقة الشرقية، إلا أنها سرعان ما نفت وزارة الصحة السعودية تلك الأنباء. ورداً على تلك المزاعم، اتخذت بعض الدول إجراءات حاسمة لمنع وصول الفيروس الجديد إلى أراضيها. فقد كشفت مصادر كويتية مطلعة عن استنفار وزارة الصحة الكويتية عبر عدد من المنافذ في الكويت بعد انتشار فيروس كورونا الجديد في عدد من المدن الصينية وانتقاله إلى بعض مناطق العالم. وأمرت وزارة الصحة الكويتية بتمهيد السبل لاتخاذ الإجراءات الاحترازية وتركيب الكاميرات الحرارية بالمطار، بالإضافة إلى التأكد من جاهزية العيادة الصحية وغرفة العزل الموجودة في المطار، وتوفير أدوات الوقاية الصحية للعاملين في المطار من كمامات وقفازات. وفي الإمارات ومملكة العربية السعودية، اتخذت وزارات الصحة في كلتا الدولتين إجراءات مشابهة لمنع وصول الفيروس إلى أراضيها. ومع تواتر الأنباء بشأن فيروس كورونا، نستعرض معكم في الفيديو أبرز الأسرار والمعلومات عن فيروس كورونا وطرق الوقاية منها. ما هو فيروس كورونا؟ يتمثل فيروس كورونا الجديد في سلالة جديدة من فيروس كورونا لم تكشف إصابة البشر بها سابقاً، ويشبه كورونا فيروس سارس بشكل كبير، ويظهر أعراض زكام لدى الأشخاص المصابين، وقد تصل أعراضه إلى الالتهابات التنفسية الحادة. ومنذ ظهور فيروس كورونا الجديد في مدينة أوهان الصينية وحتى وصوله إلى دول أسيوية أخرى وأوروبا والولايات المتحدة، نرصد فيما يلي أعراض فيروس كورونا الجديد ونصائح للوقاية منه وأبرز مراحل انتشاره. ووفق منظمة الصحة العالمية، فإن فيروسات كورونا هي زمرة واسعة من الفيروسات، تشمل فيروسات يمكن أن تتسبب في مجموعة من الاعتلالات في البشر، تتراوح ما بين نزلة البرد العادية وبين المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة. كما أن الفيروسات من هذه الزمرة تتسبب في عدد من الأمراض الحيوانية. وتقول المنظمة على موقعها الإلكتروني إن فصيلة فيروس كورونا هي فصيلة كبيرة تشمل فيروسات قد تسبب طائفة من الأمراض للإنسان، تتراوح بين نزلات البرد الشائعة ومتلازمة الالتهاب الرئوي الحاد الوخيم السارس. كما تسبب الفيروسات المنتمية إلى هذه الفصيلة عددا من الأمراض لدى الحيوانات. ونظرا لأن هذا النوع من الفيروس مستجد، فإن المنظمة عاكفة على العمل مع البلدان والشركاء من أجل جمع مزيد من المعلومات عنه وتحديد أثاره على الصحة العامة. يظهر فيروس كورونا الجديد أعراض زكام لدى الأشخاص المصابين، وقد تصل أعراضه إلى الالتهابات التنفسية الحادة. كما تشمل أعراضه ارتفاع درجة الحرارة وصعوبة التنفس والسعال. توصي منظمة الصحة العالمية على موقعها الإلكتروني الأشخاص العاديين والعاملين في المجال الصحي بالمبادئ الأساسية للحد من المخاطر العمومية لانتقال الأمراض التنفسية الحادة تجنباً للإصابة بفيروس كورونا الجديد، ودعت إلى ضرورة التقيد بالتدابير التالية. 1- تجنب الاتصال الوثيق مع الأشخاص الذين يعانون من أمراض تنفسية حادة. 2- تجنب الاتصالات مع حيوانات المزارع أو الحيوانات البرية من دون حماية. 3- غسل اليدين بصورة متواترة، لا سيما بعد الاتصال المباشر مع المرضى أو بيئتهم. 4- ينبغي للأشخاص الذين يعانون من أعراض مرض تنفسي حاد أن يتقيدوا بالآداب المتعلقة بالسعال، الحفاظ على مسافة معينة، وتغطية الفم بأنسجة أو ملابس يمكن التخلص منها أثناء السعال والعطس وغسل اليدين. 5- تعزيز الممارسات الموحدة المتعلقة بالوقاية من العدوى ومكافحتها داخل مرافق الرعاية الصحية. أصدرت منظمة الصحة العالمية الإنذار الأول بشأن فيروس كورونا الجديد في 31 من ديسمبر من عام 2019، وأعلنت السلطات الصينية من جهتها ظهور حالات التهاب رئوي حادة
مصدره مجهول في مدينة ووهان وهي عاصمة مقاطعة هوباي، وتم رصد الفيروس في سوق لبيع ثمار البحر والسمك بالجملة، واتخذت إجراءات عزل المصابين. وقال الرئيس الصيني شي جين بينغ إن انتشار وباء الالتهاب الرئوي الفيروسي الذي أودى بحياة 41 شخصا يتصارع ويضع الصين في وضع خطر، وأكد خلال اجتماع للجنة الدائمة لمكتب السياسي للحزب الشيوعي أن الصين يمكنها الانتصار في المعركة ضد فيروس كورونا المستجد بحسب ما أوردت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية. وذكر تلفزيون الصيني CCTV أن الصين قررت وقف كل رحلات المجموعات السياحية سواء داخل البلاد أو خارجها اعتبارا من 27 من يناير الجاري، وذلك ضمن مساعيها لوقف تفشي فيروس كورونا الجديد. وأضاف تقرير تلفزيون نقلا عن الهيئة المعنية بالسياحة في الصين أن الرحلات السياحية الداخلية توقفت بالفعل الجمعة 24 من شهر يناير من العام 2020.